تفضلوا وقوفا لنحلف هذا اليمين، وأريد أن ترتج القاعة بأصواتكم وبنبضات قلوبكم وأنتم تقسمون هذا اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. صادق التهاني لكم، وقد دلفتم إلى عالم المحاماة.